مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. سلام الجميع. بدي أورجيكم شغلة موجودة هون في روسيا، اللي هي تحت الأرض، الدرج اللي بوصل بين الشارع هذا اللي وراي زي ما انتم شايفين، وغاد، وهذيك المناطق، وأربع مفتحات بكون له، بس بيستغلوه بطريقة رائعة. خليني أورجيكم. هيك احنا نازلين على الدرج، طبعا شايفين كله محلات صغيرة بيستفيدوا منه بالبيع. شايفين كله محلات بيبيعوا شغلات خاصة بالشتاء، والناس هون كتير بتحترم قطع الطريق، ف طريقة جيدة انه بطبقوها في كل دول العالم.